طيب نروح لتقرير آخر. عندنا دلوقتي طبعا مناطق صناعية ولوجستية كتير، يمكن أهمهم المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. دي محتاجة طبعا خريج مبتكر في القطاع الصناعي، عنده مهارات يقدر من خلالها أنه يواكب التطور السريع اللي بيحصل في الصناعة في العالم كله. كلية الصناعات التكنولوجية من الكليات الفريدة جدا في الجامعات الأهلية، هي كلية ليس لها نظير في الأربع جامعات الأهلية الجديدة اللي تم إنشائها وتم البدء في الدراسة فيها العام الماضي. كلية الصناعات التكنولوجية بتطلع خريج على فترتين، فترة بعد السنة الثانية من الدراسة وخريج بعد الفترة السنة الرابعة من الدراسة. كلية الصناعات التكنولوجية فيها أربع برامج أو أربع تخصصات رئيسية: تخصص الأجهزة الدقيقة، تخصص الأشغال العامة، تخصص ميكانيكا الخطوط الإنتاج، وتخصص التبريد والتكييف. التخصصات دي تم اختيارها بعناية شديدة لخدمة المنطقة اللوجستية حوالين منطقة قناة السويس، وكذلك خدمة منطقة جنوب سيناء وطبعا المنطقة المحيطة بها، وتخريج الخريج دوت لخدمة برضك بعض المناطق في العالم العربي والعالم بشكل عام. الخريج بتاع الجامعة التكنولوجية بيقفل إجابة خطيرة قوي، أو بيقفل فجوة خطيرة قوي، هي الفجوة ما بين المهندس والفجوة ما بين الفني. إن هو بيقدر يفهم الديزاين، ويقدر يفهم تطور التصميم، ويقدر يعمل عليه تعديل يتوافق مع الجزء العملي. إزاي إنه يقدر يعمل يعني يفهم أو يأدابت على التكنولوجيا الجديدة المتطورة جدا اللي بقت يعني تطور فيها، أو تطور السوفت وير والهارد وير بقى تطور سريع جدا، أكتر من تواكب الأجزاء المهندس النظري، وأكتر من تواكب الرجل الفني اللي ما بيشتغلش غير في الحتة الضيقة اللي هو عرفها أو تعلمها. التكنولوجي بيقدر يتواكب مع التطورات، بيقدر مجاله يبقى أوسع أو إدراكه يبقى أوسع، إن لو حصل تعديل بسيط أو تعديل على بعض المنتجات إنه يتواكب على صيانتها والعمل فيها. ودي حاجة من الحاجات الفريدة.